امبارح كنت بتكلم على خط التجاره العربي، وعرضت مداخله سياده الفريق كامل الوزير اللي كانت معانا يوم 8 نوفمبر الماضي. النهارده وزاره النقل طلعت بيان اتكلمت فيه على خط التجاره العربي. خلي بالكم الخط ده مهم قوي، وانا يمكن بتكلم فيه قبل ما اروح لاخبارنا واقول لحضراتكم عندنا ايه كمان، لانه ده مهم قوي، وده كمان تحرك استراتيجي من الدولة المصرية. قالت ايه وزارة النقل النهاردة؟ بشأن الإجراءات الجارية تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجستي المتكامل المتعدد الوسائط، أوضح بيان وزارة النقل أنه في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعدد الوسائط بري سككي نهري بحري، وفي إطار الممر اللوجستي طابة العريش اللي هوريه لكم دلوقتي الجاري تنفيذه حاليا ضمن عدد 7 ممرات لوجستية. ادي طابة العريش هنتكلم عنه بعد شوية، اتكلمنا عليه قبل كده كتير مع الفريق كامل وزير، والفريق كامل عرض على سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاءات ومؤتمرات على الهواء مباشرة الممر ده، واللي ده هيبقى ايه ونقلة ازاي لمصر هتكلم عنه بتفاصيل بعد شوية. ضمن عدد 7 ممرات لوجستية تنموية دولية متكاملة الذي تتكون من ممر سككي يربط بين مواني نويبع وطابة، المخطط تنفيذه على خليج العقبة بمواني العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط، ثم ارتباطا بكافة المواني على البحر المتوسط دمياط أبو قير الإسكندرية الكبير جرجوب ومنها المواني الأوروبية والأمريكية. قامت وزارة النقل المصرية بالتنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والعراقية اللي امبارح عرضت لحضراتكم مداخلة الفريق كامل الوزير طلع في البيان النهاردة، من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة بوضع مخطط تنفيذي لنقل البضائع بحريا بالشاحنات والركاب عبر الخط العربي للتجارة، وذلك بالربط بين موانئ العقبة نويبع، العقبة الأردني نويبع في مصر على خليج العقبة، ومنها بريا حاليا 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 فين؟ عبر سيناء من خلال طريق نويبع طابة النفق، ومنها إلى موانئ شرق بورسعيد دمياط الإسكندرية الكبير، واستغلال وذلك استغلالها لخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والأمريكية. خلي بال حضراتكم ده معناه إيه؟ أشار بيان الوزارة كمان وانه ده المرحلة الأولى من تشغيل خط التجارة العربي اللوجستي المتكامل متعدد الوسائط لنقل كافة البضائع تجارة الخليج العربي كله والعراق والأردن مرورا بمصر بريا حتى الموانئ الأوروبية والأمريكية. أشار بيان وزارة النقل أنه في إطار إنشاء هذا المحور المتكامل تقوم وزارة النقل، وسيادة الرئيس النهاردة عبد الفتاح السيسي كان عامل اجتماع مهم أكلم حضراتكم عنه النهاردة أيضا في إطار أيضا شغل الدولة، دولة بسم الله ما شاء الله. تقوم وزارة النقل بتنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل بإنشاء خط السكة حديد طابة العريش بير العبد الفردان بطول 500 كيلو مترا لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا. إنه مصر كمان عدلت كافة التشريعات الجمركية لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر خلال الدول الدولة من خلال البنية الأساسية اللي موجودة في مصر، مواني، شبكات طرق، سكة حديد، أنت بتعمل كل ده عشان أنت عملت بنية أساسية خلاص. أنت خلاص الحمد لله بنية أساسية خلاص. شفت المميزات؟ شفت الدولة الرؤية بتاعتها كانت باصة إزاي؟ باصة 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 عملت كل ده عشان لا قدر الله يحصل في أزمة. يبقى أنا أعمل خط أهو أجيب تجارة دول الخليج كله ومع العراق على الأردن إلى مصر، وأنا أنقل من خلال نقل بري عقبة طابة أنقل إلى مواني البحر المتوسط وأروح لأوروبا وأروح لأمريكا زي ما أنا عايز، يعني ما يبقاش عندي مشكلة. لو عندي مشكلة في باب المندب مثلا أو البحر الأحمر مثلا لا قدر الله، عندي بديل موجود جاهز للعمل حاليا. يبقى انت النهارده لو انت النهارده في سينا
كل ده فين؟ سينا، تنميه سينا. طب ما ده جزء من تنميه سينا وتطوير سينا. بتعمل في سينا ايه؟ مواني ومطارات وسكه حديد وقطر. هيوصل قطر، هيوصل اهو قطر، هيوصل اهو، مش كده؟ ورينا القطر لو سمحت قدام حضراتكم. يبقى انت هنا حضرتك بتتكلم على ايه؟ هنا العقبه، العقبه، بعدين عندنا هنا نويبع، عقبه نويبع، وادي طابه. طابه ده ان شاء الله لما يتعمل الخط اللي هو بنتكلم على خط سككي، سكه الحديد اللي قدام حضراتكم، طابق العريش ده خط سكه حديد. خط سكه الحديد ده اللي هو هيوصل حضرتك الى البحر المتوسط. بتنقل حضرتك من طابه هنا، هتعمل هنا ميناء، مش هيبقى منفذ، هيبقى ميناء، لانه هيبقى عندك الناحيه دي اشقانا في المملكه الاردنيه الهاشميه هنا، وميناء كمان نويبع. يبقى عندك طابه، وعندك نويبع، وعندك العقبه الاردن، بضائع بتيجي للاردن، المملكه الاردنيه الهاشميه، بتاخد حركه التجاره الى ميناءي طابه ونويبع. عندك طابه السكه الحديد ده بيتعمل دلوقتي، ده السكه الحديد اللي رايح فين؟ لحد ميناء العريش. خلاص اللي شغال ميناء العريش شغال وبيستقبل دلوقتي سفن، وبيشتغل تطوير وبيكمل تطوير. وانا رحت من 3 شهور ميناء العريش وعملت حلقه من هناك، هبوريكم جزء منها من شويه. وادي خط السكه الحديد اهو يكمل رايح بير العبد، رايح بالوزه، رايح وادي الفردان، ونعدي الناحيه الثانيه اسماعيليه وغرب القناه. يبقى ادي سكه حديد لحد القاهره. وهنا هنا يؤدي طابه حضرتك، وعندك نويبع. بنقل البضائع، خط التجاره العربي اللي جاي لي من العقبه في الاردن الى طابه والى نويبع، مبدئيا بشكل مبدئي حاليا الى داخل سيناء عبر الطرق والمحاور داخل سيناء. انتوا عارفين هنا عندنا داخل سيناء هنا بنتكلم على اكتر من قرابه 3000 كيلو طرق في هذه المنطقه. هنا هنا عندنا في هذا المكان، هذه المنطقه هنا حضراتكم، كل ده عندنا ايه؟ اكتر من 3000 كيلو طرق، شبكه طرق في كل حته. ولما انا رحت شفت مع اللي هو محمد افضل شوشه وعملنا جوله في العريش، ولما رحنا رفح ورحنا الشيخ زويد ولفينا شفنا المحاور اللي معموله، الساحلي والدائري والاوسطي، يعني ايه؟ 3 محاور كبيره جدا، عرض الواحد فيهم مثلا يمكن 30 40 متر في المحاور المعموله في العريش حاليا، بدل كان عندك واحد بس اللي هو الساحلي وكان بيحصل عليه مشاكل، والحمد لله ما بقاش النهارده عندنا مشاكل. شوف بقى الداخلين قد ايه؟ طب شوف بتربط شمال سيناء وتربط سيناء كلها، الحسنة والنخل والتمد وغيره، ووسط سيناء، وسط سيناء وجنوب سيناء، وتربط كل المنطقة دي بالكامل إلى جميع محافظات الجمهورية. من هنا من هنا أقدر أروح لحد السلوم، من هنا أقدر أروح حلايب وشلاتين، أروح زي ما أنا، ما فيش عندك مكان النهاردة مش مرتبط. شوف حضرتك الدولة لما فكرت مبكراً إن أنت تعمل هذه الشبكة النهاردة، وأعمل من بدري، ويتم الاتفاق مع أشقائنا في المملكة الأردنية الهاشمية، في العراق، في المملكة العربية السعودية، عشان نتكلم على خط التجارة العربي البري البحري، وبعد كده هيبقى سككي، هيبقى بري بحري سككي. أيوة هيبقى كده، النهاردة بري بحري، يجي من الأردن ينزل في العقبة، وبعدين مراكب تاخد من العقبة إلى طابة وإلى نويبع بحري، ثم ينزل في طابة ونويبع الشاحنات وكل البضائع اللي جاية، تبدأ تجهزها، تاخد شاحنات من هنا على طول، تنقل البضائع دي كلها وانت عندك أسطول ينقل الشغل ده كله، لأنه ده موجود. تبدأ في النقل عبر الطرق اللي موجودة عندك، عندك الأنفاق، عندك تحيا مصر في الإسماعيلية، وعندك 3 يوليو في جنوب بورسعيد، عندك أنفاق، وعندك الشهيد أحمد حمدي في السويس، نفقين مش نفق واحد، وبالتالي عندك النقل كمان، وعندك غير الكوبري السلام وغيره، عندك وعندك معديات تانية، وعندك حاجات كتيرة جدا للتجهيزات. تخيل حضرتك وعندك طبعا صناعات اهي، ما كل ده تنمية حصلت في سينا، كل ده تنمية ولسه شغالة سينا تنمية. احنا بنتكلم هنا سينا، هنا هنا هنا
هنا كل ده هيبقى فيه زراعات، مساحات زراعات، أراضي زراعية بيتم تعمير هذه المناطق. عملنا هنا، عملنا المحطة، محطة البحر البقر عشان تروي هنا 500-600 ألف فدان. تعملها ليه؟ عشان سيناء نزرع صحراء دي تتحول إلى جنة خضراء بإذن الله تعالى. سيناء بننفق النهاردة أرقام لم تحدث في تاريخها، تنمية سيناء، جامعات في سيناء، مدارس أجنبية في سيناء، مدارس يابانية موجودة، وشفناها مع محافظ شمال سيناء لما كنا هناك، مدرسة يابانية، مدرسة، مدرسين ما كانش قبل كده. عندك عدة جامعات موجودة، كم مدرسة دولية موجودة، عندك صناعات النهاردة ازاي، عندك حركة نقل وحركة تجارة وحركة زراعة وحركة تنمية. والنهاردة أهالينا في سيناء النهاردة بيزرعوا أرضهم ازاي النهاردة، تبقى عندك المساحات ديت، اللي بياخد حتة أرض عشان يزرعها، اللي بياخد بيت النهاردة. الدولة عاملة مدن، عاملة رفح الجديدة، عاملة السلام، عاملة شرق الإسماعيلية، وبالتالي عندك أو مدينة الإسماعيلية الجديدة، كل ده في سيناء، كل دي شغل بيحصل، تنمية كبيرة جدا بتحدث في سيناء حاليا، شغالين عشان النهاردة أنت ما عندكش أي مشكلة الحمد لله، ولا هيبقى عندك أي مشكلة، ولا يبقى عندك أي خوف. هنا أي رفح صح؟ عندك خوف هنا؟ لا، عندكش مشكلة على الإطلاق، ولا حد هيقرب من هنا، ولا حد هيعدي هنا، ولا هيعدي هنا، ولا هيقدر يعدي الخط ده، محدش هيقدر. تاني بقول محدش هيقدر، انتهى الموضوع خلاص. الدولة خدت قرار امبارح، كان معانا اللواء الدكتور سمير فرج، وضح لحضراتكم ممر فيليدلفي او ممر صلاح الدين ال 14 كيلو دول، وحكاية ايه مصر يا جماعه، دي احنا ايه بنعمل كل ده عشان اجي اقول لي خدوا شويه؟ ما عندناش والله، ما عنديش، ما عندناش ولا شبر. كل الحاجات دي كلها كلها النهارده حركه عمل، شركات مصريه شغاله، كل وزارات الدوله المصريه النهارده شغاله بشركاتها، بكله شغال النهارده عشان عايزين نجري الخط ده النهارده. النهارده لازم اجري الخط ده، اجري بجد الخط ده. لو كان هيقعدوا سنتين، لا يقعدوا سنه ونخلص ونشتغل، ما يقعدش سنتين ولا ثلاث، جري، لان هو مهم قوي الخط ده النهارده، مهم قوي. وعلى فكره اللي انت بتعمله ده مزعلهم قوي، متضايقين وزعلانين. ومصر بتعمل، ايوه مصر هتعمل، ولسه ومصر هتعمل وبتعمل ان شاء الله، وان شاء الله تعمل كل حاجه باذن الله تعالى، ومش ولا كل حاجتنا بايدينا وبفلوسنا وبحاجتنا واحتياجاتنا، والحمد لله والدوله شغاله. بقول لكم النهارده الرئيس النهارده قاعد عشان البحيرات، يعني كل حاجه في البلد ليها شغل. لما انت تيجي النهارده تتكلم على السكه الحديد، سكه الحديد تربط النهارده سينا كلها بسكه حديد، تبقى موجوده عندك رابط كل حاجه في سينا بسكه حديد، غير شبكه كمان، يبقى عندك يرجع تاني القطر يبقى موجود يوصل هنا، تربط كله ببعضه. والقطارات ديت استخدم ده قطارات لنقل البضائع، ما ده هيفيدني في البضائع، بضائع نقل بضاعه، انقل بسرعه لمينا العريش، يبقى انا عندي على البحر المتوسط اهو نقل، يبقى انت ربطت هنا البحرين، خليج العقبه من البحر الاحمر ربطت اهو بالبحر المتوسط، عندي مينا العريش النهارده. شوف انت بتعمل توسعه هائله في ميناء العريش، هائله، عشان تستقبل سفن عملاقه، سفن عملاقه اللي تشيل لها 18000 حاويه و20000 و24000 حاويه، اعمل غطس 18 ولا 20 عشان اشيل اي حاويات، يبقى ما عنديش اي ازمه تجيلي اي مركب. تحول ده ما كان زمان ميناء صيد وميناء مراكب صغيره، النهارده لا، بيستقبل ميناء مراكب كبيره، ويبقى ميناء دولي تجاري كبير جدا، يضرب اي حاجه جنبه، ما فيش حاجه هتبقى زيك هنا. طب انت عندك هنا، وعندك شرق بورسعيد كمان، وعندك شرق بورسعيد، وعندك بورسعيد، وعندك دمياط، وعندك اسكندريه، وعندك اسكندريه الكبير، وعندك جرجوب، وعندك بتعمل. شوفوا انتوا الدوله بتعمل دي انت بتعمل النهارده نقله في الممرات اللوجستيه، ادي الممرات اهو، ادي حضرتك شوف النهارده، هي دي الدوله المصريه. الدوله دي صحيه قوي، صحيه قوي، شايفه من بدري، عندها مخططات استراتيجيه. المواطن العادي او الخبير اللي ما يعرفش حاجه كان سأل يقول لك يا سلام لازمته ايه، عرفت لازمته ايه النهارده؟ النهارده عرفت لازمته ايه ان انا اعمل ده؟ عرفت ده لازمته ايه عشان اعمل ده؟ وزي ما بقول لك كده، يجي لك من العقبه هنا فيجي لي على ده،
ويجيل على نويبع هنا، ينقل من هنا لهنا وانقل على طول، اروح انقل البضائع اللي جايه لي من دول الخليج كلها. النهارده اللي هيبقى فيه لو في مشكله في البحر الاحمر، ولكن الحمد لله شركه ميرسك النهارده رجعوا خلاص ان هو دي واحده اكبر شركه في العالم، دنماركيه عندهم 800 سفينه بيشتغلوا في 116 دوله، دي اللي رايحه جايه بسم الله ما شاء الله عندنا في القناه. النهارده خلاص رجعوا يا دوب كام يوم، والفريق اسامه ربيع لما كان معانا الاسبوع اللي فات قال كام يوم وهيرجعوا، كان عنده المعلومه. الفريق اسامه ربيع كان معانا في مداخله الاسبوع اللي فات يمكن زي النهارده، قال هيرجعوا، قال وفعلا ما حدش يستغنى عن قناه السويس، العالم كله، العالم كله النهارده مقلوب. ليه؟ لانه تطلع مركب غاز بتطلع مركب غاز من امريكا عشان تروح شرق اسيا، راس الرجاء الصالح هتوصل بعد حسبوها 48 يوم، 48 يوم لو عدت من عندك 25 26 يوم، دي كلها فلوس، فلوس رهيبه، ده الفرق فارق. عشان كده كلهم امريكان ايه؟ يحصل عندهم كارثه، اوروبيين يحصل عندهم كارثه، سلاسل امداد محدش يقدر يتحمل ابدا. عشان كده الدوله لما اشتغلت يبقى عندك ايه؟ لا ده انا عندي، ده انا عندي قناه السويس، وعندي كمان ايه؟ سكه حديد، عندي السخنه، ادي ميناء السخنه اللي هيكون الميناء الاكبر، تاني بقول الميناء الاكبر في الاقليم كل والشرق الاوسط، ميناء السخنه. خلاص يمكن اعتقد جهزنا، يمكن السنه الجايه يكون افتتاح ولا حاجه، هيكون اكبر ميناء موجود في الشرق الاوسط. طيب الميناء الاكبر ده في الشرق الاوسط، المراكب دي اللي جايه، ما انا عندي الميناء اهو، فرغ هنا، اتفضل انزل خد بسرعه، روح عندي هنا، روح عندي، راح عندي اهو. طيب جاي هنا، جه حصل باب المندب حصل فيه مشكله مثلا، حصل فيه مشكله مثلا، طيب تعالى اتفضل حضرتك فرغ، اتفضل هنا، فرغ لي هنا، اتفضل حاجتك دي رايحه، تتنقل، نقل حاجتي، انقل كمان، بساعد حركه التجاره هنا، ربط مصر كلها كمان، بتكلم على سفاجه، ادي دي كلها ممرات ولوجستيه، بعمل ده كل ده انا عامله ليه؟ عشان ما يبقاش في اي وقت في اي ازمه انت عندك الدوله شايفه. طب وانت عملت ليه ان شاء الله القناتين؟ ليه عملتهم ان شاء الله قناتين؟ ليه؟ عشان ايه؟ طب ساعدوا ولا ما ساعدوا؟ شوف ساعدوا قد ايه؟ طب زودوا دخل، زودوا دخل، خلاص احنا بعد بكره يمكن فريق اسامه ربيع يعلن رقم ان شاء الله نتجاوز 10 مليار و300 مليون دولار لاول مره في تاريخ مصر ايرادات قناه السويس. منين بقى وجبنا ايه وعملنا ايه؟ عشان اللي انت عملته، اللي انت عملته بيجيب لك ده، يجيب لك الداخل. طب وانت النهارده لا قدر الله بتحصل ازمه كبيره، تحصل ازمه، هل لما يحصل عندي ازمه البلد تقف؟ مصر تقف يعني؟ حركه التجاره العالميه تقف؟ ولا انت يبقى عندك البدائل النهارده اللي هي تقدر على طول؟ ما هذا دورك، دورك ان انت عندك في مشكله باب المندب يبقى عندك بديل على طول. طب في مشكله في منطقه معينه عندي بديل اخر موجود ليها، عامل حساباتك على كل شيء. هي دي الدوله لما تحط مخطط استراتيجي، تبقى بصه على 100 سنه مش بصه بعد سنتين. الشغل ده معمول من ساعه الرئيس ما جه بدا يخطط لكل الكلام ده، اولويات، الاولويه الاولى ثم الثانيه، وبناء الثانيه بنعمل الثالثه، وهكذا كل حاجه ليها خطه بتاعتها. مش حاجه كده يلا نعمل ده، مفيش حاجه اسمها كده. دي دوله عندها مخطط واضح جدا لكل حاجه بتعملها، وكل حاجه بتظهر لنا بيبان اهميه الدوله اللي عملته وبتفكر فيه مبكرا، ان احنا النهارده بنشوفه على الارض.